والنقطة الثانية وهي التي نختم بها المدخل للفقه، كيف تخطط لتكون فقيها، كيف تخطط لتكون فقيها. أول الفقه ومفتاح البركة وأساس الخير أن تحرص على حفظ القرآن الكريم. لا تهمل الحرص على حفظ القرآن، احرص على أن تحفظ، وخصص لك جزءا وأحسن وقت يحفظ فيه القرآن آخر الليل، فإنه من أبرك الأوقات لحفظ القرآن الكريم، ومما يثبت الحفظ تثبيتا عجيبا أن تقرأ ما حفظت في وردك من الليل. فلا أبرك في تثبيت حفظ القرآن من هذا، تجعل الوقت الذي تخصصه لحفظ القرآن في آخر الليل، ثم إذا قمت تصلي وردك من الليل تراجع حفظه في هذا الورد. والله إنه من أقوى المثبتات لحفظ القرآن في قلب الإنسان. وأنا أتعجب من طلاب العلم الذين يبتغون المفنة في العلم ويهملون العناية في القرآن مع سعة الوقت في الحقيقة، ولله الحمد والمنه. فأول أمر ومفتاح التوفيق وآية البركة أن تعتني بحفظ القرآن الكريم. والأمر الثاني أن تحرص على الاطلاع على كتب السنة والقراءة فيها، لا سيما أحاديث الأحكام، وأن لا تعري نفسك من النظر في هذه الكتب المباركة التي فيها أنفاس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وضع خطة صحيحة للقراءة، بحيث تبدأ بمتن تختاره تقرأه، ولو حفظته لكان حسنا. والحفظ للمتن يا إخوة مقصود به فائدة عظيمة، وهي أن تكون فهرسة العلم في صدره. الكتب والأبواب والمسائل في صدرك، فتضبط ترتيب العلم، ثم تقرأ شرحا للمتن، شرح يحل ألفاظ المتن حلا، ثم تقرأ شرحا للمتن يوضح الراجح من المرجوح فقط. تقرأ شرحا للمتن يوضح الراجح من المرجوح، ثم تقرأ في فقه الخلاف. أما أن تبدأ في فقه الخلاف مباشرة فما تطيق هذا، وينطبق الطبق على ذلك المقولة كيف يطير ولما يرجع. على سبيل التقريب، اختيار المثل طبعا من حيث الأصل ينظر فيه إلى مصالح، منها وهذا أنصح به كثيرا أن يكون المتن من المذهب المشهور في بلادك، لأن هذا نافع جدا في نشر الحق. فإنك إذا عدت إلى أهل البلد وأنت متمكن من متن يعرف عند أهل البلد
فان هذا يجعل الناس يثقون بعلمك، وتستطيع ان توصل الحق الى الناس بهذا الطريق. ومن اسباب اختيار المتن ان يكون المتن مخدوما، ولا سيما بشرح يسمع. فعلى سبيل المثال لو كنا هنا نقول اختر زاد المستقنع واقرأه، اقرأ ولو حفظت حسن، ثم اقرأ الشرح المختصر على زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، لأنه حلل ألفاظ الكتاب. ثم اقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه بين الراجح من المرجوح. ثم اقرأ المغني لابن قدامة، ثم ابحر في الفقه حيث شئت فأنت فقيه. النقطة الرابعة اتباع الطريقة الصحيحة في القراءة، اتباع الطريقة الصحيحة في القراءة. الفقه لا يقرأ هزا، الفقه لا يقرأ هزا، ولا يقرأ بطريقة الثقافة، وإنما الفقه كاسمه فهم، فلا بد أن يقرأ بطريقة الفهم بحيث تقرأ المسألة وتفهم معناها، وتحاول أن تورد عليها اعتراضات، وأن تجيب عن الاعتراضات أو تراجع حتى تجد جوابا عن الاعتراض. أي من أقوى ما يثبت الفقه والفهم في نفس طالب العلم، والأحسن أن تتخذ صديقا زاهمة في هذا الباب، فتقرأان معا المسألة وتتناقشان فيها، ثم تورد أنت اعتراض ويورد هو اعتراضه، وتحاولان الجواب، فإن وجدتم الجواب فهذا حسن، وإن لم تجد الجواب تراجعان الكتب الأخرى للنظر فيها. فهذه الطريقة هي الطريقة النافعة لمن أراد أن يكون فقيها. أما من أراد أن يكون مثقفا كتعني كثير من طلاب العلم اليوم، فهذا له طريق آخر. أنا دائما أقول للإخوة طريقة الطيور لا تثبت العلم، كل يوم على شجرة وكل يوم بطريقة، وتقع على الشجرة كيفما اتفق، في أي علم من العلوم لن تتمكن منه. لا بد أن تدرس على طريقة صحيحة حتى تتمكن يعني من العلم. أقسم بشيء يتعلق بالمدخل إلى الفقه، وهو ما يسمى بتقسيمات الفقه والمناسبات بين الكتب والأبواب والفصول والمسائل. وهذا باب نافع ومافع في الفقه، ولكن لو أوردناه فقد يكون ثقيلا على السمع ويكون طويلا، لكني أحيل الإخوة إلى كتاب نافع في هذا الباب، وهو كتاب ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة. ترتيب الموضوعات الفقهية
ومناسباته في المذاهب الأربعة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، وهو كتاب يعني طبع عدة طبعات من طبعاته طبع جامعة أم القرى. هذا الكتاب في هذا التخصص مفيد جدا ودقيق جدا في بيان الترتيب عند الحنفية، الترتيب عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، والمناسبات. لماذا ذكروا هذا الباب بعد هذا الباب؟ ما الرابط بينهما؟ وهذا مفيد جدا لمن أراد أن يدرس الفقه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالمدخل إلى أصول الفقه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.